أسعد الله صباحكم بكل خير من جديد. من الاتجاهات الأخيرة في مجال جراحات التجميل اللجوء إلى حقن الدهون من مكان آخر في الجسم بدلا من استخدام حقن الكولاجين أو أي مادة صناعية أخرى، باعتبار الدهون مادة طبيعية لا يلفظها الجسم ولا تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة أو آثار جانبية. فهل أثبت هذا الاتجاه نجاحا في هذا الشأن؟ نستضيف اليوم الدكتورة رمزية العنان، اختصاصية التجميل من دون جراحة، لكي تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح الخير، أهلا فيك. صباح النور. بداية دكتورة، أنه إذا بدنا نحكي عن الحقن بشكل عام، وشو وقتها بنقول حقن الدهون أو نقل الدهون، شو عم نحقن يعني؟ عم نحقن الدهن من جسمنا، من جسمنا يعني من محل لمحل. هي عبارة عن شفط دهون من محل بيكون الدهون فيها زايد أو متكتل أكثر، ونرجع بنحقنها بمحل تاني بيكون فيه مثلا مشاكل فيها، هل فيها مثلا جوار من بعد حب شباب ما تعالجت مظبوط، أو من بعد عمليات معينة، أو من بعد ضعف كتير قوي سبب لترهل بالجلد ونقص بهالشحم هيدا. نعم. فبنرجع بنرجعه نحن لحتى يرجع يعيد نشاط الخلايا وسماكة الجلدي. نعم. يعني منجيب من مكان منحقن بمكان المكان. وبنفس الوقت بيكون هاي عملية تجميلية كمان للمكان الآخر اللي فيه التكتل الدهني، لأنه بتكون أنت عم تعمل كونتورينج، يعني عم بتضبط شكل الجسم بهالوقت هيدا. نحن شو فينا نقدر نحقن غير عن طريق الدهون مثلا؟ نحن فينا نحقن، إذا بتتذكروا لما نحكينا عن الديرمال فيلر اللي هو كانت المادة الطبيعية اللي حكينا عنها اللي بتتكسر بالجسم. نعم. واللي هي المادة اللي بيفرزها مثل الغضروف اللي عندنا، المادة اللزجة اسمها هيلورونيك أسيد. فينا نحقن أشياء مثل ستام سيلز اللي هي الخلايا الجذعية كمان اللي حكينا عنها، والابتكارات الجديدة. هلأ في أشياء ما بتتكسر، بس هالمواد أنا ما بحبز أبدا تنحقن. نعم. لأنه ما في إلا دراسات علمية مصنعة كاملة. مصنعة تصنيع هاي؟ هيدي مصنعة، ولكن أبدا ما بنقدر، يعني أنا ما بحبزها أبدا لأنه بتصير فيها كتير مشاكل. كلهم نفس الوظيفة عندهم ولا كلهم يعني بالآخر وظيفة. كله بينفخ الوجه أو بيعمل تعبئة لهالجورة هاي الموجودة، يعني تجميل، بس المشكل مش بالمنظر الخارجي قد ما نحن منفكر من جوا شو عم بيصير. يعني سنة ورا سنة ورا سنة إذا هالمادة دلت. نعم. عشان هيك أنا بفضل على طول نشتغل بالمادة اللي بتضاين بين الست أشهر والسنة. نعم. اللي جسمنا بيستوعبها والكبد عنا بيكسرها وبيصرفها بيرجع عبر الكلى وعبر العوامل الخارجية من الجسم يعني. نعم. طيب إذا بدنا نحكي عن أهمية حقن الدهون بالجسم، يعني قلت حضرتك إنه من محل لمحل، يعني نحن ما عم نفوت جسم غريب أو مادة غريبة أبداً. على جسمنا أوريدي أو متعود ومتأقلم مع هالمادة بالفعل، وهيدي هي هيدا الشيء المنيح اللي بهاي العملية، لأنه هاي العملية أساسا كانت يعني مبتكرة من 1800، من أيام كتير 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 قديمة، ولكن من قبل ما كان في التطور بعملية شفط الدهون. مع السنين ومع التطورات العلمية والتجميلية اللي صارت، لما صار في تطور بعملية شفط الدهون الأضبط والأنظف بطريقة يعني عملية نظيفة، نحن بنعتبرها أنه ما فيها كتير دم، ما فيها كتير سموم من الجسم عم تظهر ولا أثار جانبية عشان هيك صار أهين أنه نحن نستعمل هيدي الدهون. وأكيد الدراسات اللي طلعت حتى بعدين عن طريقة تفريز اللي هي بنحطها ببراد وبنخليها لوقت معين لنرجع نقدر نستعملها مرة تانية. نعم. وهلأ بنحكي ليش. فهي كل عوامل هينت علينا يعني عملية حقن الدهون. نعم. ولكن بعده لهلأ بفضلوا أكتر عملية الهايلورونيك أسيد، لأنه بصير في عوامل تورم شوي بعد العملية، وفي عالم ما بتحب هالكم يوم تقعدهم بالبيت يعني بلا بتورم وبزرقاء. تماما دكتور. هلأ بالسؤال عفوا، انه نحن في بعض المواد اللي بنحقن فيها الجسم نقدر يعني نعوض عن هاي المواد كلها بشكل عام، ان كان مثل البوتوكس او السيليكون، نقدر يعني نستعيد عنها بالدهن ولا بالدهون ولا لا؟ هلأ شوف، هلأ الدهون الشيء المهم اللي بدنا نقوله انه الدهون افضل شيء ينحقن بالاماكن اللي ما بتتحرك كتير بجسمنا. يعني مثل راس الخد لنفترض، يعني هلأ بشفاف بتنحقن بس برضو بشوف ما كتير عملية، لأنه عادة الشفة بتتحرك أكثر من رأس الخدود. Exactly. يعني مثلا جوانب الوجه كتير هين أنها تنحقن، لأنه نحن ما منحرك هون الجوانب كتير قد ما منحرك المنطقة التحتانية بالوجه. فعشان هيك حتى ما يبين الشكل كتير يعني مصطنع أو غريب، لازم نحن نحقنها بالأماكن الأكثر شيء هي فيها أقل حركة بجسمنا. وأكيد فينا نشيلها من أي مكان، يعني فينا نشيلها من البطن. الخلايا. لا الدهن مو عدهن أنا
مو على الدهن عم اقول بشكل عام، المواد الثانيه بتحسي انه في جمود بصير بالوجه. البوتوكس ما بينحقن بالجلد، البوتوكس بينحقن بالعضل اللي هو ماده عباره عن يعني هو بكتيريا ماده سامه بس بتشتغل على تخفيف حركه العضل. نعم. فالبوتوكس هيدي اكيد ما فيها تتعوض من ماده طبيعيه بجسمنا. انا هذا بدي اسال فيني اعوضها؟ هاي الشغله كليا مختلفه لانه البوتوكس الوحيد الدراسه العلميه اللي طلعت الماده اللي شبيهه بال يعني الناتشرال انجريدينت اللي بنقلها اللي هي الماده الطبيعيه اسمها أرجيرالين. الأرجيرالين 10% نحن عادة بنستعملها بكريمات بنحطها بتنحط دهن بتساعد يعني بتشبه البوتوكس بيقولوا لها بوتوكس لايك بتشبه البوتوكس بفعاليتها بس ولكن ليست مادة سامة. يعني أصلا هو البوتوكس موضوع كتير كبير وإن شاء الله بلكي بنعمل حلقة لأنه أكيد. كتير مختلف عن الدهون ولكن أكيد. بالفترة التحضير لحتى نفوت نعمل نحقن لأن هي منا عملية بكل ما الكلمة من معنى التشخيص الأول التشخيص السريري يسمى مزبوط. شو الأشياء ما الموجودة تكون عند الشخص يعني الأمراض أو الأمور ما المفروض تكون لأنه بتمنعه من يعملها. هلأ إجمالا يعني هاي العملية لأن نحن عم نسحب كميات قليلة من الدهن وعم نرجع نحقنها ما عم نحكي عن الميجر ليبوسكشن ما عم نحكي عن إزالة لتر ولترين شحم وثلاث لتر شحم حتى بلترين شحم ممكن تدلك تقدري تعملي العملية عبنج موضعي وتعمليها بعيادة يعني بس أكيد بدها تكون مجهزة هالعيادة لكل المواصفات لغرفة عمليات صح. طبيعي فبس هاي العملية الإعادة حقن الدهون نحن ما عم نشيل إلا يعني أقل من 100 ملي يعني حتى ال 100 ملي كتير بيكونوا بس نحن يعني بين 60% بكفي أمرار حتى ممكن في عمليات تانية ممكن يشتغلوها بين 10 و20 حسب يعني إذا كان محل كتير صغير فهيدي العملية كتير هينة بتنعمل بالعيادة بس أهم شيء بس ننصح الشخص أنه ما يكون عم ياخد إذا عم ياخد دواء سيلين يوقفه قبل بجمعة الأسبرين لازم يوقف قبل 7 أيام أي شيء دواء سيلين تاني أو أدوية مثل الأنسيدز من قلن نحنا اللي هن مثل الأدفيل والآيبيبروفين اللي يعني الأشياء المسيلة الشبيهة بالأسبرين صح. هاي لازم كمان تتوقف ولازم بس نأكد يعني إجمالا ما في أمراض بتمنع هاي العملية حتى لو عنده أمراض مزمنة بس منطمن انه بنسال الاسئله انه يكون هالمرض معمل له كنترول يعني مش ولا السكر عنده كتير عالي وهيك بس حتى ما يؤدي لزياده دم وزياده تورم ها هي من غير المسموح انتقال انه نحقن الدهن من جسم لجسم اكيد لا اكيد لا ما بيسوى لانه الدهون بالاخر هي مفبركه من مادتين يعني نحن بدنا نتذكر انه كمان الدهون بالاخر لها علاقه بالعوامل الجينيه اللي عندنا بجسمنا فاكيد ما فينا نجي نحقن نحن من شخص لشخص لانه بصير في رفض الدهون هي بتتغذى عندنا من هي من الطبقه الثالثه الموجوده عندنا بالجسم فهي بتتغذى بشرايين الدم وبتتغذى بالخلايا الليمفاويه وبتتغذى بكثير غذاء بيوصل للاطراف اللي بتعلق على الفات وبتربيه فنحن هون بدنا ننتبه لانه اكيد نحن فئه الدم تاعتنا مختلفه العوامل الجينيه مختلفه بيناتنا فكل هيدا ممكن يؤدي لرفض وبصير لالتهاب وبصير لتورم ما بيعود يقدر الشحم يتفاعل مع الشحم الشخص الثاني فعشان هيك بنفضل لا غير الخلايا الجذعيه اللي فينا ننقل من شخص لشخص هي موضوع ثاني الخلايا الجذعيه يعني هي اصلا نفس فكره نقل الاعضاء البشريه عم تنقلي شيء يمكن الجسم يرفضه يمكن يتقبله بس هون عم نقول بالفعل بس هون لا منفضل ابدا لا بجوز تزبط الاعضاء البشريه هون لا هون لا هون ابدا لا اذا بدنا نحكي خلال العمليه شو كيف بتتم العمليه شو بتعملي خلالها هي اول شيء العمليه اكيد يتم تبنيج موضعي للمحل اللي بدنا نشتغل فيه بينسحب الدهون عبر مكنات هلا في منها كمان تقنيات معينه بس هي بنعمل ثقب صغير تقريبا 5 ملم بالجلد وبيفوت فيها نبريش صغير تيوب بيسحب بضغط معين كميات دهن الموجودة بالجلد أكيد ويفضل أنه تكون موجودة بالطبقة الثالثة مش بالطبقة الأولى أو الثانية من الجلد حتى ما يصير فيه تعرجات لأنه بيصير فيه بعدين تشوه بالجلد وبيرجع بتم تحضير هيدي الخلايا الدهنية يعني نحن منجيب الخلايا الدهنية نحن مو دغري سحبناها وحقناها في عملية هو تنظيفها بصير عملية تنظيف لأنه أنت لما تسحب هيدا الدهن ممكن يكون في بعد شوي دم باقي ممكن يكون في أشياء من الدواء البانج اللي حاطينه نحن كمان فهيدا بدنا نحن نعمل حساب أنه نسحب كل هالبقايا الموجودة وناخد بس الشحم لحاله هلا كمان تقنيات طلعت انه ممكن ينفصل الشحم
بينعمل له تقنية اسمها سنتريفيوجيشن، اللي هو بيصير بيفصل الشحم السميك عن الشحم الطري وبينحقن الخفيف. ولكن كمان رجعت طلع دراسات علمية أجدد بيّنت أنه لما عم بيصير هيدي العملية ما عم بيضاين الشحم لوقت طويل بالجلد، فصار ينعمل له عملية اللي هي اسمها سيفينج، يعني نخل مننخلهم مننظفهم بالنخل لحتى بس يصيروا قطرة، بس هو كامل الشحم بنرجع بنحقنه. يعني بعد التنظيف السميك، يعني الشحم كله الكامل السميك هيدي بتاخد وقت. هيدي كلها على بعضها ما بتاخد ساعة بالعملية كلها، بين سحب وحقن وتنظيف كلها ساعة، ما بتاخد شيء. يعني حتى فيك بالمصل بتغسلهم يعني بنفس المكان بالفعل. وهيدي يعني هيدي العملية كتير هينة، بس هون بدنا ننتبه، بدنا يعني نحن بدنا نعطي توقعات كمان للشخص اللي جاي لعنا، لأنه نحن لما نحقن الشحم جسمنا بيتشرب أوتوماتيكلي 70% منه، فاللي بيبقى ليعطينا العملية التجميلية هو 30%. فنحن النتيجة اللي بنشوفها بالوجه أول كم يوم التورم ناتج عن 100% اللي بتكون موجودة بالجلد بالحقن، بعدين بقى بيخف بجوز عشان هيك حتى ما نضل نعرض لهالشخص لعمليات متتالية. صار في تقنيات اللي هي عبارة عن تخبئة الكمية الباقية بالعيادة، منخبيها منعمل لها تتليج، يعني منتلجها نسحب له للجلد حتى ما نرجع نسحب له، نرجع نستعمل له دهونه الباقية بعد فترة درجة حرارة معينة بالفعل. يعني أكيد بدها تكون مبردة يعني وقت معين أكيد من خلال يعني في إلها صلاحية يعني هو نحن مش المفروض نعملها، مش المفروض نخليها أكثر من شهر الأفضل، أوكي؟ لأنه هو هالقد بتاخد وقت لحتى يبين نتيجة الشخص. ما هي هالفكرة، قديه بيضل في وقت بالفعل. يعني نحن يعني نحن بين لنقول شخص وشخص، في عالم بخف الورم عندهم 10 أيام، في عالم بياخد أسبوعين، فهي بهالحالة نحن منعطي شهر رياحة للجلد لحتى تقدر يمشي الدهن ويتسرب يعني بكل المحلات بطريقة متساوية. فينو اللي عم يتعالج إن كان شاب أو صبية إنه بشهر واحد يعمل أكثر من مرة؟ فينا نعم، نحن ما بنفضل بشهر واحد، بنفضل يعني أتليست نعطي شهر بريك، بعد هالشهر هيدا منشوف عشان يرتاح الجسم بالفعل. هلأ في أمرار ما بحاجة نرجع نقدر نعمل لهم البقايا، فينا ننصح إذا دل في يعني شوي صغير بيتزبطوا بالفيلر بنرجع بنزيد فيلر عليهم. اللي هو هون بدنا ننتبه كتير، عشان هيك أهمية مادة الهيلورونيك أسيد، لأنه هاي المادة ما بتتفاعل سلبيا مع الشحم. يعني إذا أنت كنت حاطت شحم ورجعت حطيت الهيلورونيك ما في مشكل، بس المواد اللي كنت عم بحذر منها اللي هي ما بتتكسر، هيدي المواد اللي أنت ما فيك تحقنها مع الشحم. يعني هون ساعتها ما بتعود تعرف كيف التفاعلات، لأن ما في أبدا دراسات علمية مثبتة أنها هي آمنة أنه هي. طب دكتورة، في أماكن معينة من الجسم نحن بنسحب منها الدهن أنتوا بتختاروها يعني ولا ما في مشكلة؟ أكيد هلأ في عالم أكيد أضعف من عالم، في عالم عندهم تجميع الشحم بمحلات غير محلات، بس إجمالا كل المحلات مثل البطن مثل من قلهم هولي اللوف هاندلز، يعني هن اللي بيجوا الخواصر من فوق الخواصر من تحت، فينا نسحب من الدقن، في عالم عندهم اسمها شيء دبل تشين بتكون صح، وبنرجع فينا نحقن كمان بالإيدين مش بس بالوجه، هي عملية التجميل بتصير فينا نحقن كمان يعني من وراء الخواصر إذا كان كتير الشخص ضعيف حسب نسحب شو من مكان نحقن بالفعل التجميل يعني حتى من هي اسمه من وراء الإيدين كمان بتنعمل ممكن في مثل بيقول من دهنه سئيل نسحب منها ونحط منها هي دهون هي دهون. طيب دكتورة إذا ما في مثل خلط كله إله مش معقول ماجد لا ماجد بلاقيهم كله وراء يعني يا محلى اختي هيك بتضل بتجيب لك الامثال القديمه. طيب دكتوره اذا بدنا نحكي عن المضاعفات، يعني صارت العمليه ونجحت بس اكيد في مضاعفات وتاثيرات قد تكون سلبيه، يعني وقت قلت انه بنسحب من الدهون بنسحب من الطبقه الثالثه لحتى ما يصير في ترهل صح، يعني معناتها في احتمال يصير في ترهل وامور اخرى يعني مزبوط. عشان هيك نحن هون بننتبه انه عاده الليبوسكشن لو شو ما كانت التقنيه تاعيتها، لو هي على ضغط عادي اللي انا بفضلها شخصيا ولا مع الالترا ساوند والليزر وكل هالتقنيات اللي عم تطلع جديده، كل التقنيات اللي طلعت جديده هي بتزيد حراره معينه تحت الجلد. اذا كان الشخص مش مختص بالعمليه اللي عم يعملها ودخل على طبقه
أكثر سطحية من الطبقة اللي نحن لازم نشتغل فيها. هون ممكن يصير في عوامل حرق وترهل، وخصوصا بالأماكن القطرة. يعني نحن عنا جلد بمحلات أسمك من جلد، لنقول الفخذ من هون أسمك الجلد بتجي عنه من اللي بالنص. فاللي بالداخل نحن منفضل نستعمل أكيد الليبوسكشن العادي. وأكيد الجلد لازم تكون قاسية، يعني نحن نفحص أول شيء التونيسيتي، قديش التونيسيتي اللي هي سماكة أساوة الجلد، الترهل العضل، إذا في كتير ترهل عضل منفضل ما نعمل الليبوسكشن. يعني هيدا كليبوسكشن بس. عشان هيك نحن منطلع على الأماكن اللي أكتر شيء بتكون الجلد فيها قاسية والعضل متين، حتى نقدر نسحب نحن كمية الدهن ونحقنه. طيب دكتورة، قلتي ترهل العضل، بس في يعني سؤال بجوز بيخطر على بال الكل، في كتير عالم بتفكر الترهل هي دهون. هي شو هي الترهل؟ بتلاقي في كثير من الاشخاص هون عندهم ارتخاء بالجلد. هو ارتخاء عضلي هذا؟ هو ارتخاء عضلي. لما العضل يقشط ما بالضروره نحن يكون عندنا الشحم راح من الجلد، لا، ممكن يكون الشحم بعده، بس الشحم بيفصل عن العضل فبتنزل هيدي. بينزل الشحم ولا العضل؟ بينزل، لا، هو العضل اللي بيترهل. عشان هيك انت لما بدك تنمي، بدك تتنمي العضل ليرجع يشغل مع الدهن، لانه هن بيحملوا بعضهم. مشان هيك انت بتنصحي بممارسه الرياضه دائما لحتى أكيد خصوصا بالمحلات اللي بنسميها يعني بتتفاعل مع الجاذبية، اللي هي مثل الدبل تشن، مثل الإيدين من هون، هيدول أكتر شيء بيتفاعلوا مع الجاذبية غير البطن. لأن الدبل تشن حتى لو نحن سحبنا الشحم منه ممكن يدل في أثار ترهل موجودة، نرجع نضطر نعمل عملية جراحية. وكتير بدنا ننتبه كمان أنه ما نطلع كتير، يعني ما نفهم المفهوم خاطئ بين الشحم والسلوليت. السلوليت اللي هي التعرجات بالجلد، اللي هي حكينا سبق وحكينا هي على غمق تقريبا يعني أمرار 4 ملي ل 13 ملي، بس بينما الشحم بيصير بعد كمان ممكن أغمق ل 20 مليمتر تحت الجلد. فهون بدنا ننتبه، يعني أهم شيء نروح عند المختصين ونسأل الأسئلة الكاملة ونعطي النصايح اللازمة للبس المشد بعد العملية لمدة بالقليل شهر. طيب دكتورة، يعني هيك ختام هالفقرة، شو بتنصحي العالم؟ هل بتنصحين عن جد يعملوها لهالتقنية، لأنه عن جد عم تعطي ردات فعل وعم تعطي نتائج منيحة وملموسة على الأرض؟ أكيد أنا بنصح هيدي العملية تنعمل، شيء أكيد. ولكن كمان بنرجع نحن من يعني بناخد رأي الشخص اللي هو شو حابب أكتر. حابب، هل هو حابب يعمل عملية بعشر دقايق ربع ساعة ويظهر دغري تاني يوم على الشغل، ولا حسب حالته الصحية؟ أمرار اللي حتى الديرم الفيلر ما بيساعدنا، لأنه بصير بدنا كتير إبر، ولكن الشحم يعني بيحدد مدار الوجه أكتر، بيعطينا رونة ولمعية أكتر للوجه من الفيلرز العادي. بس هون بيرجع كمان للرأي الشخصي، يعني كل شخص، للتكلفة تاع العملية. وآخر نصيحة كمان، أهم شيء ننبه، لما إذا بحال نعمل الشحم من الفخاد وصار يعني وشلنا كميات أكتر من لترين أو حتى لتر أو لترين، يفضل أنه دغري تاني يوم يبلش يمشي الشخص اللي عمله، لحتى ما يصير فيه تورم كتير، ولحتى ما يصير فيه إزرقاء كتير بالجلد. وأكيد شرب المي ولبس المشد القاسي يعني لمدة شهر. أكيد دكتورة رمزية العنان، اختصاصية جراحة من تجميل، شكرا كتير لتواجدك معنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون بموضوع جديد. شكرا لك.